عندنا ثلاث أمثلة، هي مو أمثلة، هي اشتقاقات بسيطة، أنه يريد يثبت هاي الحالة تساوي هاي الحالة، هاي الحالة أكبر من هاي الحالة، هذا المصطلح يساوي هذا المصطلح، الجنرال إكويجن شلون يشتقها، منين جابها. فهذه الاشتقاقات البسيطة نسميها اكزامبلات. أول اكزامبل اللي هو show that DAP يساوي لنا DBA for NA equal minus NB، يعني للإكويمولر. طبعا الحل مال هذا رح نبدي من الضغط الكلي. الضغط الكلي هو شو يساوي لنا PA زائد PB. Always P total is constant، يعني الضغط الكلي دائما هو ضغط ثابت. So the derivative مال المعادلة الخامسة، المشتقة للمعادلة الخامسة، مشتقة الثابت دائما صفر. DPA زائد DP للB، هذا يؤدي انه DPA شو يساوي لنا minus D للPB. هو شو يقول؟ يقول انه الحالة طبقها بالإكويمولر، يعني NA يكون minus NB. فمعادلة 12 و 14 NA هي minus DPA AB sorry DAB على الRT في DPA على DY، والNB شنو بالعكس راح يصير minus DBA على الRT في DPAB على DY. طبعا هنا هذا شنو هو ده يقول انه هي ال NA equal minus ال NB، يعني هذا الحد الاول هو equal minus هذا الحد الثاني، فهذا الدي الحد الاول هذا الماينس وهذا الحد الثاني. ال DPA وال DPB هو ايش يقول؟ يقول معاكسة، هي حصلناها بمعادلة 25 نعوضها، هذا راح تختصر ويا هذا راح تختصر، مجرد انه الاشارات بس تنتبهون عليها والباقي كله مختصرات. ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي DAP شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الدي بي اي ويساوي لنا دي. لهذا تذكرون قبل شويه بالقوانين من قلت لكم احنا راح ناخذها بمصطلح الدي، ليش؟ لان بهاي الحاله بالاكوميولر هي مساويات. المثال الاخر drive the general diffusion equation for laminar diffusion. مثل ما قلت لكم الحاله اللي ماخذيها احنا خاصه باللامينار ديفيوجن، يعني من يجي المصطلح يقول اشتق لي المعادله العامه للانتشار. الحل مالتنا هو شنو؟ المعادله العامه هي شو تمثل لي؟ الان اي تمثل لي جي اي زائد السي اي في السرعه، تركيز في السرعه. شوفوا هذا المصطلحات، هذا شنو الان اي؟ تعرفون المولر فلاكس من البدايه اخذناه قبل شويه بالمول على المتر تربيع سكند. الجي اي شنو؟ المولكولر فلكس ريت، وحداته نفس المولر فلكس. اوكي، السي اي الكونستريشن، اليو هي الديفيوجن فيلوسيتي. بما انه هو قال لي الان الكليه شو تمثل لي؟ تمثل لي الان اي زائدا الان بي، وشو تمثل بنفس الوقت؟ تمثل لي السي اي في اليو. اوكي، الان هي التوتال مولر فلكس ويمثل لي السي توتال في اليو. معادلة 29 اقدر احصل من عندها اليو شو تمثل لي؟ الان اي زائد الان بي على السي توتال. نعوض بمعادلة 28 بالقانون العام، هنا نقول ان اي هو جي اي زائد سي اي، ان اي زائد ان بي على السي توتال. راح اطلع السي توتال برا، راح تصير سي اي على السي توتال. فالان اي شو يساوي لنا؟ جي اي سي اي على سي توتال ان اي زائد ان بي، ويساوي لنا جي اي ال سي اي على سي توتال. تذكروها المول فراكشن اكس اي ان اي زائد ان بي، هاي للليكويد. اذا ردنا للغازات، الغازات قلنا بدلاله الضغوط، فمجرد انه بي اي على الار تي والبي توتال على الار تي، الار تي والار تي تروح ان اي زائد ان بي، ويساوي لنا هذا الان اي شو يساوي لي؟ يساوي لي جي اي بي اي over P total NA plus NB، هذه للغازات. هذه المعادلة العامة. طبعا راح يقول لي من نبدأ بالمعادلة العامة بوحدة من ذني حسب إذا أنا ليكويد أو غاز. المثال الثالث prove that JA المولكولر ريت equal NA، يعني يقول لي انه اثبت لي انه ال NA او JA equal ال NA، واحد عكس الاخر طبعا. للتوتال ديفيوجن هذا ال NA، يعني بحالة ال NA equal minus NB. طبعا من الجنرال اكويجن انا ايش عندي؟ عندي ال NA هو JA زائد PA على P total NA زائد NB. هو ايش يقول لي؟ عوض انه ال NA هي minus NB، فهاي يصير NA plus minus NA
فالن اي ويل ان اي ماينس شو تروح تصير صفر، صفر مضروب بهذا الحد يطلع صفر، فالن اي ايش راح يصير يساوي دي جي اي. طبعا هذا جدا بسيط الاشتقاق، بس هذا بمن متعلق؟ متعلق يجوز من الجنرال كويشن يقول لي اثبت لي هاي، يعني المثال الثاني طبق ويا المثال الثالث. الحالة الثانية اللي اخذناها تذكرون قلنا ال NA equal minus MB، اكو الحالة الثانية انه مادة تنتشر ما تدخل مادة بمكانها، فالماس ترانسفير ثرو استيشنري سكند كومبوننت ال MB equal صفر. In several important process, one component in a gas mixture will be transferred relative to a fixed plan, such as a liquid interface. مثلا هذه مادة تدخل ب liquid interface. الانترفيس هو شنو؟ هو مثلا انتو شايفين مثلا انت غلاس فيه مي، السطح مال هذا المي هذا الانترفيس يسموه. ليش؟ لانه هذا له هو تقول عليه سطح الليكويد له هو سطح الغاز، هو مادة تربط بين هذا وبين هذا. فالليكويد الانترفيس هنا يعني السطح السائل او الحد هذا مال السائل من تدخل المواد اللي دا تنتشر به بعد ما تطلع مقابلها، يعني مو احنا من يدخل لنا شيء بالليكويد راح يطلع مقابله شيء للغاز، لا. And other will undergo no or not net move، يعني انه مادة من دا تدخل دا تنتشر بالسائل، المادة الثانية إذا ما انتشرت راح ترجع رجوع، يعني كأنه شلون تضرب الحائط وترجع. In gas absorbent, a solute gas A is transferred in a liquid surface where it dissolved، يعني ينذاب. Whereas the insoluble or gas B يعني ما ينتشر، undergoes not net movement with respect to the interface. يعني انه شنو من هذه العبارة، سوري على القراءة مال الفقرة، بس دا اشوف فيها شنو يريد. اللي يريده منها يعني انه عندنا مادة تنتشر، المادة الثانية ممكن ما تنتشر، ارجع ارجوع. For the absorbance of the solute gas A from the mixture with an insoluble gas B, the respective region. يعني ال NA هي مو تذكرون معادلة واحد minus D في DCA over DY تبقى نفسها. ال NB هي شنية minus D DCB over DY، وتساوينا شنو؟ تساوينا D لل DCA على DY. تذكرون ليش؟ لأن DCA على DY هو معاكس لل DCB على DY. هاي طبعا اللي يقولي من معادلة 9 اللي هي معاكس وحدة للأخرى. Since the mass transfer rate of B is zero، يعني ماكو المادة B هي مادة تنتشر، هي بس المادة A انتشرت، المادة B مادة تنتشر، يعني هي ذات ذكرون بالبداية قلنا NB equal zero. There must be bulk flow of the system towards the liquid surface exactly to the counterbalance the diffusional flux away from the surface as shown in figure. شوف هذا الفيجر راح يمثل لي الحالة. هذا خلينا نقول السيرفيس ابزوربنس اللي هو للليكويد، خلينا نقول الانترفيس، ده تجي المادة الأولى ده تنتشر هاي البولك مالتها راح يدخل اعتيادي، بينما المادة الثانية الديفيوجن مالتها الانتشار رجع. ليش؟ لأنه ما تنتشر المادة B، أوكي، بس المادة A تنتشر. هذا الماس ترانسفير ثرو ذا ستيشنري غاز B، أنه راح يرجع البولك وراح يمشي بس الديفيوجن ما راح يعبر. ستارت with equation of 31 اللي هي general equation. ال NA تذكروها هي JA plus CA over CT NA زائدا MB. هذني اذا تريدون حتى تأكدون من اذا ترجعولها معادلة 31 اللي هي general equation اللي وصلنا لها هاي. اوكي، هو ده يحكي عن الليكويد، فراح نرجع على قوانين الليكويد CA over C total NA زائدا MB. الجي اي هي شنية؟ هي قانون الديفيزيفتي، ماينس دي دي سي اي اوفر دي واي بلس سي اي اوفر سي تي ان اي زائدا ام بي. الام بي هي تروح، ليش؟ لان هو دي يقول صفر ام بي، فش راح يصير؟ هذا راح يصير ماينس دي دي سي اي اوفر دي واي بلس سي اي اوفر سي تي في الان اي. هذا الحد كله لو نقله لجهة الان اي شي يصير؟ يصير الان اي واحد ناقص سي اي اوفر سي توتال ماينس دي دي سي اي اوفر دي واي. نوحد المقامات بيناتهم بالسي توتال، شو يصير؟ سي توتال ناقص سي اي ماينس دي سي اي اوفر دي واي.
فاذا ال ان اي هي ماينس دي في السي توتال، هاي بس مجرد اعاده ترتيب ال ان اي دول هذا كلهم الحدود راح ينقلهم لهنا، فهذا السي توتال راح يصير بالبسط، والسي توتال ناقص سي اي راح تدخل داخل التكامل، فتكامل من سي اي 1 للسي اي 2 دي سي اي سي توتال ماينس سي اي، في تكامل من الواي 1 للواي 2 واحد على الدي واي. ناخذ المشتق عفوا التكامل للطرفين فيصير لنا بلس. ليش البلس؟ يعني هاي المفروض السي اي 2 بالمقام راح يصير، هو سوى قلبهم واحد بالمقام واحد بالبسط، يعني خلى سي اي 2 بالبسط، فصارت الاشاره عكس الاشاره صار بلس هاي. فدي سي توتال على واي 2 ماينس واي 1 لان السي توتال ناقصا السي اي 2 على سي توتال ناقصا سي اي 1، هذه مجرد انه التكامل مالتها هو لن السي توتال ناقص سي اي، هو بما انه محدد وقلنا قلبهم فقلب الاشاره وياهم، وهذا محدد همينا الوايات بالمقام اثنيناتن واي 2 ماينس واي 1. By define the هنا نفد مصطلح the logarithm means، طبعا راح اتوقف لهنا أنا حتى اكمل بالفيديو القادم لانه راح يصير الوقت اكثر من اللازم.